بيكم انا زوي. النهارده رجعت لكم بفيديو جديد وهنعمل حاجه مختلفه واكله جديده. النهارده هنعمل كنافه. كنافه؟ طب احنا هتقولوا لي احنا عملنا المره اللي فاتت كنافه. لا، النهارده احنا هنعمل صينيه كنافه. المره اللي فاتت عملنا عجينه الكنافه اهي. بصوا، اللي ما شافش الفيديو وما شافش الطريقه ينزل في الديسكريبشن تحت، هيلاقي الطريقه. واعملوا لايك للفيديو اللي فات ولايك للفيديو ده، ويلا بينا نبدا. اول حاجه يبقى معانا صينيه. هندهن الصينيه دي سمنه، تمام، وهيبقى معايا كنافه ومعايا الحشوه. الحشوه دي ممكن نحط اي حاجه، ممكن احط سوداني بس، جوز هند بس، اي حاجه. دي باقيه من حشوه القطايف اللي هي كانت سوداني وزبيب وجوز هند، وهيبقى معانا سمنه. اول حاجه هاخد بس كده بالفرشه دي، هاخد حبه سمنه كده وهدهن دول كده عشان بس ايه ما تبقاش معجنه شويه. تمام. وهعمل ايه؟ هحط نص الكميه نفردها حلو. حبة كمان. تمام كده. نحط بقى نملى بيها الصينية كده، وبعد كده هنحط حبة من الحشوة. تمام. وبعد كده نحط بقيه الكنافه وبرده هفردها عشان ما تبقاش كده مكلكعه يعني. ما نخليش حته فيها كتير قوي وحته فيها قليل قوي. تمام. ودلوقتي طبعا الفرن بتاعي بيبقى سخن، هحط فيها الصينيه بتاعتي، هحطها وارجع لكم. وبكده نكون خلصنا، عملنا الكنافه حطيناها في الفرن على درجه حراره 180. بصوا اللون اهي لحد ما احمرت كده. بصوا دلوقتي انا استنيتها تبرد، انا طلعتها واستنيتها تبرد عشان احط عليها الشربات. وما ينفعش اقول ما اطلعها احطها على رخامه او حاجه تبقى ساقعه قوي، علشان البايركس ده ممكن يعني يتكسر. وبرده لازم استنى لان الشربات بتاعي كان ساقع، فما ينفعش برده احطه على حاجه سخنه على طول. تمام. فهبدا احط الشربات كده. احنا عملنا الكنافة من الصفر، وهنفكركو ان الشربات التقيل اللي هو اللي انا بستخدمه ده مقاديره كوبايتين سكر وكوباية مية، واول ما يغلوا هنحط عليهم عصرة ليمون وخمس دقايق ونطفي عليها، وممكن نحط رشة فانيليا كمان. تمام. وبكده نكون عملنا الكنافة، شكلها حلو قوي وريحتها حلوة جدا.
اللي يجربها يقول لي عجبته ولا لأ، وهتلاقوا زي ما قلت هتلاقوا اللينك بتاع عجينة الكنافة نفسها في الديسكريبشن. اللي احنا عملناه ده يعمل صينية قد دي اللي هو نص كيلو. لو عايزين تعملوا اكتر بتعملوا يعني بتضاعفوا الكمية، بتضاعفوا المقادير وبس.